سمعتوا قبل انتم اللي الجمعيات هذه تسكن في صغار؟ انا ما سمعناش اللي هي تسكن في صغار، حتى حد ما سمع. اي بورتون صافي دي زاني، ومن بعد يخرج لك حد ويقول لك تصدمنا. تصدمتوا باش؟ تصدمتوا باش؟ تصدمت وانت موجود في البلاد هذه وفي موقع قرار؟ ها؟ تصدمت اللي ثم جمعيات؟ نقول لك ما تصدمش، على خاطر ثم منهم برشا، ثم برشا جمعيات على الشكل هذه، وباش تتكرر عليكم الصدمات على الدازه هذه. اش معناها تصدم؟ وقت اللي جمعيه والله كان حاله الجمعه الفايته نقول صح تصدمنا، اما هذه عندها عوام، عندها عوام تسكن في وليدات صغار، عندها عوام اللي وليدات هاكم تشوفوا الشيء اللي صاير فيهم، وليدات اللي بالحق كل واحد فيهم وحده يلزمه دهر باش تخرج من مخه اللي فيه، باش يوصل يعاود يسترجع روحه ويسترجع عمره، يسترجع اللي هو صغير. وليدات صغار اللي كي تخزر له بالحق، كي تخزر له تقول نحن وين؟ علاش وليداتنا هكا؟ تخزر الصغير اللي ما ينجمش يخزر الطفله وما عندوش الحق يخزر الطفله وهو عمره 10 سنين. ما يخزر لكش وما يسلمش عليك على خاطرك امراه. وهذه اللي لقيناه اللونجاج نتاعها. ما نخزر لكش، انت امراه ما نسلمش عليك، انت امراه ما نحكيش معاك، انت امراه. وباش نقرا لنا ونخرج باش ندعي العباد، وباش نقرا لنا ونولي كيف زيد وعمر، وباش نقرا لنا وباش نخرج للمغرب، وباش نخرج للبلاد الفلانيه والبلاد الفلانيه، ونكون داعيه ونكون 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 كون اللي تكون، اما كون صغيره قبل هذا كل، كون اللي تكون، اما كون طفل. اليوم هذه هي، هذه أطفالنا نحن اللي خدمنا عليها. السيد هذا هو صغار وهو يقرا في العادي، شبيه ما حطش صغار وهو، شبيه ما حطش صغار وهو في المدرسة هذه قراه، اللي قراه لصغارنا نحن، شبيه ما حطهمش، شبيهم يقراوا، شبيه أو هزها حطها في الروضة، في الكونفور متاع الروضة، تلعب بالبازل وتلعب بالدنيا كل، والصغار الآخرين يلعب في الرمل ويقعد القرصوصاء وهو يقعد على الطاولة وياكل، ويقعد على لي صالون أنواع وأشكال، عايش في وسطهم. صغيرك يلعب على الترامبولين والصغار هذوكم يلعبوا في التراب، إذا كان نجم يلعب على خاطر كان ماهوش معاقب زادة. الصغير هذاك ياكل في الفلقة وصغارك تلعب على الترامبولين. هذوما هما صغار تونس. هذه هي الجمعيات اللي العباد خرجت الناس الكل تشاور، والناس الكل أطفال واحتجاز، أطفال واحتجاز ما نعرفش شنو، ما تكلمتوش وقلتوا راه الصغار هذوما محتجزين عندهم 3 سنين موجودين في الوضعية هذه المهينة لنا كل. أطفال ماهيش مهينة كان للأطفال، مهينة لنا كل، اللي احنا صغارنا وصلت تتحط في وضعية